نور عليكم، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة، ونهاركم يكون دايز مزيان. نيزيتي با تلايكيو لي اكيد لا فيديو، حيت نسيتوني من اللايك. نيزيتي با تلايكي وتبارطاجيو اكيد مع صحابكم، اكيد الى عجبكم، باش نكبروا القناة ديالنا والعائلة ديالنا تكبر. نيزيتي با تلايكيو. المهم، اول حاجة البنات، هذا روتين ديال اليوم ان شاء الله. هذا الروتين غندوزو معكم كيف ما داز النهار كله. اول حاجة فاش كنفيق من النعاس ما كنفطرش، ما نكذبش عليكم، اول حاجة كنديرها فاش كنفيق من النعاس هو كنبدا بهاد هاد لالام ولاتي. قبل ما نبدا معكم، نيزيتي با البنات، الناس اللي سولوني في الانستغرام على الانستغرام ديال راجلي، ديال لي كانابي وديال لي طابلو ديال الديكوراسيون، راه غنحط لكم في صندوق الوصف، واكيد الانستغرام ديالي حتى هو غنحط لكم في صندوق الوصف، حتى هو دخلوا اشتركوا فيه، وكنحط فيه ستوريات وشي حاجه زوينه كل نهار. واكيد كاين حتى الانستغرام ديال ايليان، بغيتو تشاركيو فيه غنحطهم لكم في صندوق الوصف. اللي بغات شي حاجه تدخل ليهم، اللي كيسولني على لي بري ديال لي طابلو على الكنابي، غتدخلوا للانستغرام ديالو، راه غتلقاو النمره ديال التليفون، اكيد سولوا، حيت لي كنابي البنات العبار على حسب لاطاي اللي عندك، شحال لاطاي بغيتي، واش من توب واش من كاليتي، فهمتي؟ ما نقدرش نقول لكم انا الثمن هكا. المهم، النمره تاع التليفون راه كاين الواتساب، كاين كلشي. المهم، اليوم النهار ديالي كيفاش بادي معكم؟ اول حاجه كنفيق من النعاس، ما كنفطرش، واليوم زيدون ما دايرهش فطور، ما بعض المرات كندير الفطور، بعض المرات ما نكذبش عليكم ما كيكونش فيا الكنا تاع الفطور، بحال اليوم ما كتسدد عليا الشهيه، وانا اصلا تسد ولا ما تسد، اول حاجه كندير هو كنخوي الكوزينه. بحال دابا الا كاين الماعن عندي، كانت هذيك عامره البارح في الليل ودرت هذه، الله يجعل الصلامه، حنا اربعه في هذه الدار وخارج لينا هذا الماعن من الجنب، خارج ليا الماعن من الجنب، كنضل نجمع، كنضل هذاك اوغوزمون انا الماكينه معاونانيه، راه انا عمرت الماكينه وهذا الشيء بقى لي على جنب، قلت الله حتى نغسلو بيدياتي هكا، حيت صافي عمرات الماكينه ما كاين باقي فنحط فيها. يا ربي السلام، هذاك الشيء معنا حنا، راه اللي بغى يشرب يشرب يسل الكاس، اللي بغى ياكل شي حاجه يسل الطبصيل، يعني كنستعملوا الطباصول والكيسان بزاف 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 بزاف، واصلا انايا البارح ما غسلتهمش، ما نكذبش عليكم، خليت ديو النهار كله وزدت عليهم ديو اليوم، يعني تعمرت الكوزينه، تقلقت عمرات مزيان مزيان. هادو كاينه اللي كنغسلو بحال دابا دوك الكويسات ديال هادوك ما كيدخلوش للماكينه، كتقشرهم تحيد منهم الصفريه، وهذا هادو بحال تقولوا شايطين شاطولية، عمرات الماكينه، عمرت خويت ماكينه وعمرت ماكينه ومازال شايط ليا الخير. يا اختي، يا حياه اللي كتشنو كتضلي دير يا اختي، راه نضل نشقى وما يبان، نضل نشقى نضل اختي ما كيبانش الشقة، واش كاع رانا بوحدي ولا كاع هكاك، ماشي الشقة ديال العروبية زعما ولا شي حاجة بحال هكا، لا الشقة باختو. ايوا مع ساليت اختي، اختكم دازت اختي ضربات واحد الضريبة لداك البلاصة فين كاين لوح الزبل، داك السطل ديال الزبل تعرفو، مقلق مقلق، ما درت بصحتو شي شهرين، هادي ماشي السطولة، السطولة راه كنخويهم، كنقول انا داك فين كيطيح الفرتيت ديال الزبل وداك الشيء، ما درت بيه شي شهرين هادي ما درتش بيه، درت ليه لاسبيراتور هكا، هاد لاسبيراتور اللي غيسولني عليه هاد الصغيوره هكا، هادي راه كتمشي البنات في الكوبولد، هادي فاش كتاخدي الكوبولد لاسبيراتور كوبولد، لا كتجيك معاها هاد لا بوتيت اسبيراتور، كيجيك معاها ديال الشرجم بيان سور، هادشي راه كيتباع البنات سيباري، ماشي ضروري انك تشري الباك كله، تقدري تشري سيباري. هنايا خديت الشيفون ودرت شويه تاع جافيل ديزانفيكتات، حيت هنا عامر غيكون عامر بالميكروبات، لانه سي نورمال ديك البلاصه ديال الزبل، ولكن هي الفرتيت اللي كيطيح فيها الصراحه ما كيطيح فيها حتى شي حاجه، السطل ديال الزبل بخاتيك ومسدود، اللي غيسولوني خديته من عند موزاس مع لا كويزين، هذا كيجي مع لا كويزين، هذا السطل ديال الزبل خديته مع عند موزاس، قلت لكم بخاتيك الصراحه وغزال وزوين، ما نكذبش عليكم، حيت كتسدي ديك البلاصه اللي غتخرج منها الريحه ما كتبقاش تخرج منها، واحد البارتي غادي نوريها لكم دابا، شتو كي معسل شتو كي مقلق، راه ماشي سطولاتكم تاع الزبل اللي معسلين ومقلقين، تا تجي لنا اختي، راه اليوتيوبر ذات راه بنادم، ماشي دي سوبر ومان ولا دي سوبر هيرو، راه بنادم، تا حنا كنتوسخو كنتقلقو، تا حنا ما كنقنعوش نجمعو، تقلق الصراحه ما نكذبش عليكم، قلت لكم شي شهرين ما دوزتش عليه، غتضحكوا عليا، قلت لكم خلونا في داك الغطا ديالو، غادي نوري لكم دابا داك الغطا ديالو، غنمسحو بجافيل حيت ما فيه والو اصلا، فيه غير شويه ديال لي طاش خصني نمسحو صافي، انا حابه دا نمسح لي حسن بجافيل، هاد الصوره تاع الزبل نمسحوهم بجافيل ونغسلهم، فاش كنغسلهم كيدوروا لي ينشفوا لي، يعني كيتعطلوا باش كينشفوا، انا كنبغي نستعملو، اللي دغيا كنمسح حسن لي حد غير كينشف جافيل، راه كيحيد القاتل الميكروبات، هذه هي هذه كتغطيه بها الصراحه، ما كتخليش ريحه الزبل كتخرج في الدار، ما نكذبش عليكم، حتى كتحليه عاد كتشم ريحه الزبل، اما الا مسدود نهائيا بحال ما كاينش الزبل في الدار، هو واحد الحاجه فيهم اللي ما زويناش انهم ما كبرش، والا جينا نشوفوها سين بون شوز، حيت ما كبرش ما كتخليش الزبل تيكبر عندك ويدود،
زعما كثار عندك ويدود، يعني اي فوا كيعمر شويه خاصك تخويهم ضروري. هادي خطير، هادي الصراحه غتشوفوني دايرها. هي شتو في ردتها كندخل السطل تاع الزبل ما كيبقاش، و ردت انا داك السطل تاع الزبل عندي الميكات تاع الزبل صافي، وحطيت تما ديال الماء عندك اللي غيسولني باش كنغسل الماعن، كنغسل بدوك لي كابسول هكا ديال الفانيش، هذوك كينقوا الماعن زوينين، وكنعمر القرعه ديالها بالملحه، الملحه سبيسيال ديال الماكينه، وكتخرج لي الماعن الماكينه طوب دو طوب. شوفوا هانتوما على تيراس، بقى لي غير مول الباجمات يجي يركب لي الباجمات. هانتوما شفتو صافي حيت ليه داك الدس ديالو، فميتو ضربوه غير شويه باش يتقاعد باش يلقاو فين يديروا الباجمات. شتو هانتوما على تيراس، يعني قرب يتقاد ان شاء الله باش نقاد هاد الزرده وندوز الزرده لاخر صافي باش نعمر لا بيسين. راه عيقت انا ما عاد نعمر هاد لا بيسين، حيت الكنابه حتى تريهات بصح واش كيتورو يتوسخ ليا. شتو هاد البليصه هما اللي بقاو، هاد البليصه هي اللي زدت في لا تيراس، حيت كان لا تيراس ما كاينش فيه هادشي، هادشي غير زدتو، وهادشي غير زدتو هنايا فهمتو، باش يولي لا تيراس شويه واسع فين كنلقاو نجلسو جليسه وصافي. دابا راه قديتو ليها جا السيد الصباح حفر ليا فيه شويه، نزل ليا فيه حيت كنطالع شويه على هكا، حيت نهار دار ليا عبد الله الضاله طلعها ليا بزاف ياك، ودابا فاش جاب مول الباجمات بغا يدير ليا قال ليا لا راه جا طالع بزاف، قال ليا خصك تحفريه يهبط شويه. صافي حفرنا يهبط شويه باش يجي هو غير يقادو صافي ندير ليه الباجمات. شريت الباجمات، شريت كلشي باش يسد لي هاد البليصات هادي تاهي اللي دوزنا منها التيو، صافي غيبقى لا طيراس نقي واسع وكبير. ايوا اختكم يا لالا، من بعد ما حطيت دوك المعاني يتغسلوا وكلات شويه زعما راه كلات عاشي حريصه ما نكذبش عليك، دوك الحوايج الحليوات ما عنديش الشهيه. هنايا خرجت هاد البانيو، هاد البانيو الكبير ما تشوفوش مسخك هذا تاع الجرده ما نكذبش عليكم الصراحه، كنستعملوش يعني تاع الجرده، ولكن هاد المره كثار عليا الحمل ما نكذبش عليكم. عندي مشيت لواحد البلاكار عندي كنت حاطه فيه الصبابط ناريه، البنات كي لقيتو كيداروا ليه هاد راجلي واياد وقلقوه داك البلاكار قلقوه، عامر لقيت لهم شي صبابط توعهم شحال هادي ما مغسولين، حلفت عليهم خرجت دوك الصبابط كلهم اللي نقي خليته على جنب، واللي ما نقيش درت التيد اختي ودرت الماء وعمرت بعد هادشي راه غنص. اما انا عمرت الماكينه ديال الحوايج عمرتها بالصبابط، حيت انا الماء كنسبادريت وداكشي كنغسلهم في الماكينه ديال الحوايج، ما نكتبش عليكم هي اللي كتخرجهم نقيين، كتخرجهم واعرين الصراحه، يعني ما عندي ما نقول مح عليها وصافي. هنايا هذاك الشيء اللي بقى ما قدرتش ندخله وغير خسر ليا، بحال دابا هاد الصباط ما نقدرش ندخل الماكينه، درت هكا شويه تاع التيد، التيد عادي التيد مسحوق، ودرت شويه تاع الماء وحكيتهم نقيتهم مزيان، ولكن شنو لقيت فيهم، شنو لقيت فيهم انا ما عرفتش. انا هاد الراجل عندي واد الدري عندي واش كيمشوا فوق الارض معنا في الارض ولا كيمشوا في الغيس، اختي صبابطهم كلهم مغيسين ومقلقين، ما عرفتش انا ما فهمتش. انا صباطي نخرج به ونرجع للدار تلقيه نقي، هما يخرجوا ويرجعوا تلقاو هاب مقلق مركك كونفيت. انا عندي فهمت الرجال غير ماشي محافظ، ماشي محافظين على الحوايج وعلى الصبابط، كيقلقوا كيقلقوا بزاف. خديت لهم كاع الصباب تاعهم، شديت ديك الشيته وبديت كنحك كنحك، غير اللي نسيت الطابانطوفا ديالي حكيت باباها على اللي نسيت كلشي. انا فاش كنوض للشغل انوض بدقه وحده، فاش كنعس كنعس بدقه وحده، حكيت ليه دوك الصبابط من لتحت ومن الفوق حتى لتحت حكيتو ليه، ددكت على باباهم جمعتهم في الكارطونه وجبتهم كنحك. الصراحه كنحك 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 كنحك، برد فيهم غدا يديني تدير كنحك وكنعاير. انا بداك النوع اللي بقى ندير شي حاجه كنبقى نحك نقول لهم اخر مره باقي نلقى لكم حوايجكم كيكا، اخر مره باقي نلقى صبابط كيكا، عييت انا عييت بحال هكا كنقول انا عييت من نقي، والمشكله جايني حتى اليا انت هو بسلام تبارك الله على داك بيسونس ديس هذاك هذاك، قال لهم انتم ما عرفتوا ولا انا غنوريكم كيفاش ديروا لماماكم. انا اليوم كاين اللي يعاونني، انا خاصني نجيب العروس يا دي انت كنجيب عروس تعاوني مسكينه. ماشي تعاوني تقبل على راجلها ما تعاونيش انا، تعرفوا يا ربي حق الله صراحه لقيتهم مقلقين. راه تشوفوا داك الماء اللي خرج منهم عاودت ليهم واحد التشليله. ايوا اختكم داتهم لا تيراس ينشفوا، ما كاين لك غير الشميسه تنشفهم دغيا دغيا غينشفوا، وغنجمعهم ان شاء الله ندخلهم اليوم.
ايوه لا من بعد عاوتاني دخلت رجعت عاوتاني ديك الكوزينه ديالي لقيت الماكينه سالت اون اتوندون تحب لكم واش خوات اون اتوندون تاع مر عاوتاني راه تاع مر دابا دوزت لك الشيء اللي كيعجبني التنظيم انا تنظم دوك الموعنات صراحه راه الموعنات زعما ماشي عندي من الضمين ما عنديش شي مواعن شي مواعن نيت راه بحالي بحالكم انا باديه من الزيرو من الزيرو والله العظيم باديه من الزيرو ولادي انا كيهرسوا لي الكيسان اختي عندي ولادي وراجلي وحق الله كل نهار كاس مهرس قهروني يشري الكيسان تعرفوا نشري الزنا تنعيا كنشري الا كنشري كنشري باكيه منها جوج ثلاثه دور عليها الشرط لقاو فيها جوج الكيسان ثلاثه شكون فيكم كيوقع لكم بحالي ولق الدور يدور شهر شهرين لقى ديك الزينه بقى فيها جوج كويزه ثلاثه كيدوروا ما كنحمش انا كيبقاو عندي جوج كيسان ثلاثه حسن ليا نكون عندي داك الشيء كله كثير او لي يكونوا كل زينه منها واحد جوج شوف واحد لابس فرده وفرده لا كنخرج مع باه يلاه دخلوا وكان بوسه توحشت الصراحه المهم البنات اللي غيشوفوا لي حجباني مجهدين في اللون ديالهم البنات راه غير داك الميكرو بليدين في الاول كيكون مجهد يعني واحد الاسبوع هكا حتى كيبدا كيمحب شويه بشويه وكيبقاو الحجبان عاديين دابا كيبانوا مجهدين حيت يلاه دايره ليهم التاتواج فهمتي الا دار ليهم الميكرو بليدين يعني كيكونوا مجهدين ومن بعد غيبهاتو فهمتوا يعني واحد اسبوع غيبهاتو بحال كيما وقع في الاول بحال هكاك المهم هنايا جيت كنوريكم هذا مشى راجلي ومشى جاب هذاك الخبز ديال الفغاب هذا البنات لقاه في 44 داير 28 درهم الباكيه تقريبا راه كبيره وكثيره عامره حنا كنشروه من كاخفو من اسواق ثانيه كنشروه ب 25 درهم الباكيه صغيره هذا تبارك الله راه عامره الباكيه وكبيره يعني داك هذاك الحجم العائلي كبير ورخيص غادي ندير واحد الوصفه زويونه ديال الدجاج وغنوريها وقررت نوريها لكم معايا كيفاش دايره نعطيكم لي زانغغيديون Yala, chérie, présente-nous les ingrédients. Voilà, donc c'est une petite recette de pilon de poulet, rapide, mais un petit peu spéciale dans la cuisson. Donc on a un peu d'origan. Ah, le smito. Alors, l'origan, c'est quoi Waouh, c'est la même chose. C'est le sauvage. On a un peu de tomate. On a le skingelier. On a un peu de miel. Le sel. On a un peu de soja. Soja. Un peu sel poivre. Le melh ou le bzar. Et bien sûr citron. Le hamad. Voilà. On va faire le hamad ou le melh. Voilà. D'abord, ce qu'on fait, c'est qu'on met un peu de sel par dessus et on nettoie le poulet avec le citron. Bah, je suis nourrir de riche les barquettes, tu comprends? Très riche. Normalement, on a deux semaines. Normalement, tu sais que le poulet, ça se lave pas. Oui. Une seule fois. Là, avec le citron et le ما كيتغسلش بالماء البنات هو راه كيدير ليه غير الحامض والملحه دابا فهمتوا السيترون اي لو سيل بلا ما ديروا ليه الملحه بلا ما ديروا ليه بنقول لكم بلا ما ديروا ليه الماء راه تغسلوه غير بالحامض هكا والملحه وصافي ما ديروا ليه كاع الماء ميتي لودور مي كونتي باش ما تكون فيه ديك الريحه الخانزه وداك الشيء صافي سينو الماء بلا ما ديروه فوالا دونك اون جوست لي فير كوم سا لي با لي لي بريباري لي فير دي بيتيت فيسور دودون سي نو با بيزون بو سي ها بور كو لا بور كو لا 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 هذاك La sauce rentre bien à l'intérieur. Il faut faire des petites fissures. Ça fait bibi, ça fait ni jaïe, ni jaïe. Vas-y, montre-nous les fissures avec le truc. Voilà, donc les poulets, on a fait des fentes dedans pour que les épices rentrent bien dedans. D'accord. Maintenant, on va commencer à épicer. Donc, je vais mettre d'abord l'origan. Faut pas en faire de mettre, il faut mettre beaucoup quand même. رفلحهم فلح الرجيله شويه ياك غيوريكم واحد الطريقه طيبهم في الفرن وتعطيكم لاصوص ويجيكم واعر واحد الطريقه زوينه البنات غتشوفوها انا متاكده بانها غتعجبكم maintenant on met donc un peu de gingembre l'ail en poudre ثوم ثوم ناشف Gousse d'ail aussi, on met dedans. Non, tu devrais l'écraser. Maintenant, il va tomber. Mais je veux rien qui tombe, c'est pas qui tombe dedans, c'est pour que l'odeur. C'est bon, c'est bon. T'inquiète pas. Voilà. Voilà.
peu de poivre. Soja. Et on met un peu de miel. Voilà, maintenant c'est prêt. Ce qu'on va faire, on va mettre un film alimentaire dessus pour laisser reposer un peu, que ça fasse une marinade. غيوريكم انا مشيت دواش درت واحد الدويشه خديت واحد قد الحلوه وجبت واحد الدويشه ومن غيوريكم واحد التكنيك ساهل ماهل الناس اللي ما عندهمش فين يشوا هادشي بحال دابا الا ظلام الليل ولا شي حاجه هكا بغيتو تشوا لي كويس هكا ديال الدجاج وما عرفتش كيفاش ديروهم وبغيتو لاصوص تجمع لكم لتحت غتبقاو تاخذوا الدجاج لي كويس هكا وتدخلوهم هكا فهاد لاكري ديال الفران ياك هما راه غيبقاو يطيبوا وكيبقاو ينقطوا لكم لاصوص لتحت وتجمعي لاصوص من بعد انتوا مش ديتا انا غير شاده لي انتوا ما تقدروا ديروا بوحدكم انا غير شاده لي يلا سير وهاكا كديري شي ورقه هنايا باش ما توسخيش البلا ديالك كيبقى يجمع لك لاصوص اولا ديري شي بلا كاع خاوي ما فيه والو انتوا كيجي واحد السي ديال زوين الصراحه إليان سكتنا ها انتما ودابا غادي ندخلو هكا للفران راه وقت هذا الكومبا pas de cuisse là. Attendez, c'est bon. Le clic cuisse serait ouvert, sinon la déroule le cabaret que je te dis comme ça. Ah, quand que tu fais la sauce que tu me coupes le tas, il y a quand même temps de juste qui était pour la sauce que tu mets là, comme ça. Je te, on va te parler quoi. Maintenant, je dis que je l'ai fait parce que t'as besoin. C'est ronde, ronde. 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 Non, on c'est pas ronde. Bah, mais la table est ronde qu'on a fait. Oui, mais je sais, il a dit qu'il faut. Ça fait, je fais le lait, je veux qu'il tienne sur le lait. Ça fait, ça marche. Je vais lire. Je vais lire. Je vais lire. Je vais lire. ماشي اي صيفط لي غير من الواتساب غادي نشوفه صافي لا بلا جميل بلا جميل مرحبا شعبدو حصلتي اش دير اش دير خالد الحويج تروّن حقنتني وانت تروّن
واكيد من بعد العشي والبنات حنا الويكاند البنات راه كنجلسوا هكا بحال دابا هنا كان الجمعه يعني البارح كان مونطيم لكم اليوم بحال دابا الجمعه كنخلي اياد كيسهر معنا ما كاينش مشكل هنا سهرنا مزيان مزيان حتى اللي انت كنخليه سهران هنا بغاش ينعس ما كنقول ليه حتى شي حاجه حيت ليا ما تلاخرين كينعسوا غير داك السبت الحد كنخليهم ساكن كيجلسوا معنا كيتفرجوا معنا في التلفازه وهذا الشيء هنايا قلت لهم بلاتي بلاتي حنا غنتفرجوا جبت الجلبانه جبت اللوبيا جبت الفول كل واحد عطاتو حاجه هي الجلبانه انا تكلفت باللوبيا راجلي بالفول عطاتهم ينقوهم من طاو مجمعين كنهضروا كيك على اياد وهادشي حتى ديتو عند الكوتش بقيتو كنقول ليه شنو كانت كتهضر معاك فهمتو كنبقاو نحلوا المشاكل ديالنا كنحلوهم حتى الين راه مشاركين واخا يبان لكم كيرون لينا ولكن خاصو ضروري يشارك معنا واخا كيرون ما نكذبش عليكم اللوبيا كلها شتتها اليمين اللوبيا بعدا راه عندها الدواء حيت هي كتجمع غير الجلبانه ما بغيتوش يقيسها رول يد لي ولكن مزيان هاد المشاركه هكا باش كيشارك معنا كيعرف بلي كل واحد خاصو في الدار يدير انطاش ميناجير ما خصناش كلنا نعسو يعني واخا الجلبانه واللوبيا والطياب والماعن راه ما مختصينش للعيالات راه ما مكتوباش في قاموس ولا مكتوبه في الدستور بلي راه العيالات خصهم يديروا الماعن داكشي ديال كلشي داكشي ديال العائله كلها خاصها تشارك فيه شتو كرد لي اللوبيا انا كنجمع في الطبسيل كنوريه كيفاش يدير كيجمع وكيعاود يشد تيجمع تيشد رول لي الدنيا صراحه نعيفكم في هاد اللوبيا ولكن راه من بعد غادي نغسلها يعني هاد الخضره من بعد غتغسل معليش معليش هذاك غير ولد اللي لعب بها يعني معليش الدنيا هانيه والسما صافيه ضروري شويه تاع الميكروب قلت لكم كندوزو يعني وقيت اغياب سواء كنتفرجوا في فيلم مجموعين سواء بحال دابا راه كنا كنقيو كنبقاو نجمعوا شنو هي الدوز في الاسبوع شنو خاصو يدير في المستقبل ديالو فهمت راه كنهضروا واخا هو صغير خير عنده 13 عام راه حنا كنهضروا ديجا في المستقبل ديجا واخا هو ما كمل 13 عام ويلا عنده 12 عام باقي ليه 5 شهور باش يكمل 13 عام كنوريكم القشره ديال ايليان كيفاش قلقها راه كان كيتمشى بها عمرها بالوسخ عمرت قشره بالوسخ وراه مقلقه موسخ هاد ايليان الله العظيم الا موسخ المهم هانتوما معنا وصافي كنوريكم لقطات من كيفاش كندوزو الليل ديالنا ولا كيفاش كندوزو الجمعه ديالنا هنا جيت البنات بغيت ديك الخضره اللي نقيناها انا نتوما كيشوفك غادي نستفها راه غسلتها ومسحتها وكلشي زعما نشفتها خليتها كتسقطر شويه من بعد غادي نديرها في البواطات وغادي نخليها حده في الثلاجه وقت ما بغيت نطيب كيكون هادشي ساهل لي ما كيعذبنيش ما كنكونش مريضه في عقلي لا خصني نفرتت الجلبانه لا اللوبيا خصني نقادها كيكون داكشي مقاد اللوبيا كندير لها غير واحد الشيفون باش ما تغمنش وصافي وكنحطها وكل نهار كنستعمل بها يعني هاد التقديه ديال الاسبوع ماشي التقديه كلها مي فوالا هادشي نقيت معكم اللي خاصو التنقيه داكشي الاخر راه دخلته الثلاجه حتى شي نهار ان شاء الله ندير معكم التنظيم وكيفاش كنوجد وكيفاش كنورغانيزي النهار ديالي باش نتوما اللي ما عارفاش تستافد واللي ما عندهاش الوقت بحالي انايا تستافد كيفاش التحويجات راه كيسهلوا عليك بزاف ديال الحوايج لذا نزيدي بات لايكي وتبارطاجيو لا فيديو ديالي اكيد مع صحابكم الا عجبكم روتين كان روتين ديال النهار خفيف ظريف شاركته معكم شاركت معكم شويه ديال لي زاستيس كيفاش كندوز مع عائلتي شنو كنطيبوا مرمره وبغيتكم ديك الوصفه ديال الدجاج اللي وراكم راجلي بغيتكم كلكم تجربوا واحد كتجي خطيره انا ندير دوزنا عليه راه سرطنا ما خلينا فيه والو جاب بنين 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 رائع رائع الويكاند الواحد كينوع وكيعيش مع عائلته وعيشوا الحياه مع عائلتكم ولو بابسط البسائط ولو بكويس ديالتي ماشي ضروري انه يكون دجاج ولا شي حاجه وحتى جمعوا معاهم وبحال هكا علموا وليداتكم يكونوا ديك الخدمه ديال الدار تكون مجموعه ديال كلنا ماشي المراه هي دائما اللي خصها تنقي الخضره وهي دائما اللي خصها دير حويجات يعني كلنا نكون يد وحده باش نزيدوا القدام حيت اليد وحده ما كتصفقش وروليداتكم علموهم كيفاش يعاونوكم في الدار كيفاش يهضروا خصهم يهضروا خصهم يهضروا معاكم يهضروا خاص الوداد يتعلموا يهضروا يشاركوا الحوار مع والديهم ويشاركوا معاهم بزاف ديال الحوايج يلا كرو بيزو طلعوا فراسكم غدا ان شاء الله فيديو جديد في القناه يلا باي باي عليكم.